وسهلا بيكم اصحابي. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد، هيبقى فيديو لطيف كده وصغير. النهارده عايزه اعرفكم على الحاجات اللي انا بستخدمها علشان ازين. هي القطاعات اللي قدامكم دي، طبعا القطاعات دي بتعمل الاشكال اللي انتم شايفينها هنا عليها. طبعا بنستخدمها يعني بدل ما نقص اي شكل صغير ويطلع مش مظبوط او ونتعب نفسنا وكده، القطاعات دي بتسهل علينا الموضوع جدا جدا. ودلوقتي هنشوف ممكن نستخدمها ازاي وعلى ايه. طيب الحاجات اللي هنستخدمها، طبعا القطاعات دي بنجيبها من اي مكتبة، اسعارها ما بتبقاش غالية، وفي منها كمان احجام كتيرة. يعني بص الحجم ده مختلف عن ده مختلف عن ده، وكمان دول في منهم احجام صغيرة جدا. طبعا من بواقي الفوم اللي قلنا قبل كده هنستفيد منها، هنعمل اشكال كتيرة جدا ممكن نخليها عندنا ونزين بيها اي هدية او اي حاجة احنا عايزين نعملها. ممكن كمان نستخدم الورق الملون. طيب احنا دلوقتي عايزين ناخد شكل ونبدأ بيه، بس انا هاخد شكل التاج ده. هو ده شكله من تحت اهو، هشيل دي كده علشان كله يشوف. ده الشكل اللي هيطلع لنا. طيب هنجيب اي قطعة فوم صغيرة زي كده، هندخل فيها القطاعة بتاعتنا ونتأكد ان شكل التاج من ورا كامل، وهنضغط كده. هعملها مرة تاني ثانية عشان مكانتش مظبوطة، ونضغط. هو ده الشكل اللي طلع، شكلها حلو جدا. ممكن ناخدها في لون تاني عشان تبان اكتر، برضو من بواقي الفوم. بصوا الشكل حلو جدا وكمان مظبوط. يعني نجرب شكل تاني، مثلا ممكن نجرب شكل شجرة كريسماس ده، ممكن نجربه في اللون الأخضر ندخلها، نتأكد انها من ورا مظبوطة كده، نضغط. طبعا هنا بيبقى فيه الحتة دي بنشيلها. شكله حلو جدا، جربها مرة تاني معاكو، نحطها ونتأكد انها من ورا كاملة كده ونضغط بالشكل ده. معانا شكل شجرة. هجرب معاكو كمان قطاع بشكل تاني. القطاع دي شكلها حلو اوي، بتنفع كمان اكتر في تزيين حاجات الكريسماس اللي هي الشكل زي الملاك ده. شوية هستخدم مثلا اللون اللبني، دول بيبقوا اجمد شوية، محتاجين ضغطة اجمد شوية. برضو هنعمل نفس الحاجة، ندخلها نتأكد انها من ورا الشكل كله محطوط في الفوم، و ثانية نضغط الشكل ده. طلع معانا شكل ملاك. ممكن برضو انا عاملة هنا حاجات، طب بصوا اهو شكل ملاك تاني، وفي شكل شجرة بشكل مختلف برضو بلون مختلف. طيب بصوا دي كلها الاشكال اللي انا عاملاها بألوان كتيرة جدا ومختلفة، اي لون طبعا، مش مشترطين ان تبقى نفس الحاجة. يعني بصوا ممكن كمان تتعمل في الورق. دلوقتي ممكن نجرب مع بعض الفيونكة، حجمها اصغر شوية، هناخد مثلا لون زي اللون البينك. برضو هشيل دي عشان
نشوفها، ندخل الفوم، نتأكد انها واخده كل المساحه بتاعت الفيونكه من ورا، واضغط. كمان بتبقى حلوه قوي لو هي السيكر من ورا، ممكن نشيلها على طول ونلزقها، شكلها بيبقى حلو قوي. بصوا الاشكال كمان، ملاك وكل الاشكال دي. طبعا في اللي هو الشكل ده اللي هو الموجود هنا ده، اللي هو زي التلج. نشوف واحده كمان لونها مختلف او كده، في دي شكلها حلو قوي. وفي كمان شكل الوردة ده. الأشكال دي كلها بتنفعنا جدا واحنا بنزين، شكلها بيبقى حلو قوي. هذه الأشكال اللي موجودة اللي استخدمناها. في طبعا أشكال كتير، يعني أشكال الشكل اللي انتوا عايزينه، شوفوا هتستخدموه في ايه. طبعا بتنفعنا زي ما قلنا. واتمنى يكون الفيديو ده عجبكم او فاتكم شوية. ومتنسوش اللايك وسبسكرايب وكومنت وشير، وباي.